بسم الله، ده البيم ان نيوزيلاند، البروجكت بيم بريف تمبليت. احنا اتكلمنا قبل كده على بروجكت بيم بريف، ده هنا بقى التمبليت بتاعه، يعني بيبقى فاضي وانت تبدا تدخل المعلومات. هو معمول وورد عشان تبدا تدخل، انت بقى تقول له كومباني نيم مثلا بيم اريبيا، التاريخ 7/7/2015، ريفيجن ريكوارد لو في اي تعديلات، البروجكت انفورميشن اسم المشروع، وصف المشروع، الاسم المالك، وصف المكان، الكونتراكت، نوع العقد. هنا بقى التواريخ بتاع كل مرحلة من المراحل، هتبتدي امتى وتنتهي امتى، وفي بروجكت كونتاكت، الناس المهمة في المشروع تبدأ تكتب اسمائهم، الأهداف من المشروع، الاستخدامات بتاعة المشروع، لو المالك ليه حاجات خاصة بيه تمام، ليه ريكوايرد سبيشال نبدأ نكتبها، البروجكت ديليفرابل ايه، المخرجات اللي احنا منتظرينها، ريفرنس دوكيومنتيشن، بيم اريبيا والطريق الى البيم، وهكذا.